ننتقل الآن إلى متحف فاطمة يعقوب الذي تميز بالفنون الشعبية والتراثية، وأسسته المدربة فاطمة اليعقوب المتخصصة في فن القط والزخارف العسيرية. أهلا بكم في مدينة إيفا، أبها التي كان اسمها إيفا في يوم من الأيام، وهي المدينة العتيقة والعريقة التي كانت تحمل منها هدايا بلقيس إلى اليمن بهذه الاحترافية الحضارية العميقة، وفيها تفاصيل دقيقة. فأبها هي روح التاريخ في المنطقة. نحن حينما نتحدث عن عسير فنحن نتحدث عن مخلاف جرش القديم، حينما نتحدث عن أبها فنحن نتحدث عن قبائل من قبائل السرو الأزديين. هذا المتحف هو أول المتاحف الذي يختص بشؤون وثقافة المرأة ربما في المملكة العربية السعودية بالكامل. هذا المتحف عمره تقريبا سنة ونصف. كانت الفكرة فيه فكرة جمعية صغيرة لحفظ وإحياء التراث. هذا المتحف يختص بفنون القط العسيري، وهي زخرفة البيوت من الداخل التي لها تفاصيل كثيرة جدا. القط العسيري لا يعرف متى بدأ ولا أين ولا كيف. هناك أشباه لهذا القط في قارات أخرى مثل أمريكا الجنوبية ومثل أفريقيا والهند، لكن هنا بتفاصيل أدق ترتبط ارتباط وثيق مع البيئة. الملابس التقليدية عندنا ألبسة منطقة عسير من جميع جوانبها من الألوان والموديلات والأشياء الكثيرة، وأيضا عندنا لبس منطقة جيزان، عندنا لبس منطقة نجران الباحة، حتى أطراف بيشة وهذه المناطق. في شيء ربما يسمى تسليع الثقافة. تسليع الثقافة هو الذي يعني كيف تبيع تراثك وثقافتك بشكل محترم وطريقة محترمة. هذه الجداريات التي كانت تملأ البيوت في منطقة عسير في شرق مدينة أبها بالضبط، هنا متحف فاطمة يرحب بالجميع، ونتمنى زيارة الجميع للاطلاع على هذه الثقافة. نحن نبيع منتج حضاري وثقافي قيم، ونرحب بالجميع، وأهلا وسهلا.